نقولوا لي شنو يدير؟ ما يمكنش. مروان واش مازال ما شافش والديه؟ لا مازال ام سلطان مازال ما يرتاح. يلا يرتاح شويه يتسولاجا. دابا هو عنده بعض الاجراءات مع الاستاذ فيصل، ما بغيناهش يطلع في الاكادير ويعاود عاوتاني يهبط الرباط. اللهم كيسالي مسائل ديالو، وعلى ما اظن غالبا اليوم ان شاء الله غادي يطلع الاكادير. وهو كيف قلت لكم وي غيطلع الاكادير عند والدي يشوفهم وداك الشيء، ولكن هذه المساله خصنا نتكلموا عليها، ما خصهاش دوز مرور الكرامه الاخوان. مسألة شنو غيدير؟ بزاف ناس كيسولوني واش غيرجع المرش واش غيطلق واش ما غيطلقش. مرجانة واحلى مرجانة، ميرسي بوكو ماسوب، الله يحفظك ليا مرجانة، فهمتيني. اما بالنسبة واش غادي يرجع المرش ولا ما غاديش يرجع، ولا بارطاجيو اللايف الدراري، شيروا لنا باللايف بعدا، بارطاجيو الدراري اللايف، شيروا باللايف ماكسيموم بارطاج، البارطاج البوم سولو احلى، الله يحفظك الدراري، بارطاجيو باللايف وشيروا باللايف. هذاك الشيء اللي كاين اخويا العزيز، لا تبدل الحمد لله. زوزو مكناس تحيات واحترامات، كلشي بارطاجي الدراري ونكبسوا. تحياتي لخديجه اف ام، احتراماتي اختي العزيزه، جمعه مباركه لكم جميعا خوتي وخواتاتي العزاز. ولكن الدراري ضربوا لنا في الشاشه يطلع هذا اللايف هذا بالروج ولا شيروا باللايف، غادي ندويو. باش حلاش باش ندويو ونكون شويه نكون داك الشيء قانوني، حاولوا تبارطاجيو الدراري غير يطلع اللايف، غندخلوا في الموضوع نيشان، ما غنختصروا بزاف الحوايج. دار اخوكم هذا الراد درس معذب، وكونسوم متعذب في راسك اخويا، الله يحفظك ليا كونسوم. تي ان تي وارمين، تحياتي خويا العزيز، تحياتي لخوتي كاملين كاع ساره مرحبا بي، تحياتي لكم جميعا اخوتي معايا اخويا. يلا اخوان بارطاجيو اللايف، كنتسنى والله يطلع حنان هاري. تحياتي اختي العزيزه، جمعه مباركه الريفيه، كاع الحباب اللي كيطلع لي اسميه ديالو مانيش اللي كيطلع لي سميتو كنقراه وكنقولو اخويا بروجو وارنينغ برو. المهم نكمل لكم الدراري وانتم بارطاجيو ديك الساعه. المهم انا غنبدا ندوي وانتم بارطاجيو. عليكم السلام، الله يكبر بك اختي زهر، كنعاون خويا، تحياتي ليك وراك عزيز وغالي من الكباره. كلشي الاساس هاد المساله اللي بغيت ندوي فيها، بغيت ندوي على دابا، غندوي على نزار، مسألة الزوجة ديالو، مسألة الطلاق، فهمتيني ولا لا؟ هاد الموضوع هذا غنتكلمو فيه دابا، ودابا كلشي بارطاجي. عارفين انا ماشي نكذبش ياك، ديما تنقول لكم شي حاجة تتلقاوها هي، عمركم لقيتو قلت شي حاجة ولقيتوني داوي من فارغ، كاينة ولا لا؟ هادي ما فيهاش النقاش، عمرني جيت قلت شي حاجة ولقيتوها ما كايناش، ولا جا شي واحد قال لكم لا هذاك متفق معايا في النوم، جامي. الحقيقة الله يحفظك لي يا خويا أنور. إيمانور تحياتي اختي العزيزة، الله يحفظك الله يكبر بك. دابا غادي ندوي معكم بالرجولة، وقسم فمي بالله وهاد اليوم الجمعة ما غنزيد عليكم شي كلمة نيشان. أنا ديك الدرية الدراري ملي خرج كانت عندي واحد الفكرة قبل ما يخرج، كنت كنقول لكم خوشي العزاز أنا نزار بغى يشوف خروج من السجن، ولكن من بعد ملي غيخرج راه أي توجه غادي يختاره حياته الشخصية، هذه من ناحية. أنا غير قلت له قول لنا انت شنو باغي، باش ماشي تعطينا واحد الراي وحنا نمشيو معاك في ذاك التوجه اللي انت باغي، ونبقاو نبانو ذاك الاكس اللي ما مزيانينش حنايا، ونوليو حنا في الاخر ديك. انا ما عندي ما انا شوف انا ما عندك ما دير ليا، سوا بقيت شي حدا سوا بقيت شي جهه سوا مشي جهه، انا كندوي عليك انت كشخص انت شنو بغيتي فهمني. اما انا بيس حيت انا عاد العشيه هذه غنشد التران غنهبط لكازا عند الوالده، وانا ما كندوي معاك مادام مشينا معاك في واحد الطريق ما تختارش ها وها، باش حنا ما حيت حنا ما غنقدروش نمشيو معاك ها وها، غنمشيو معاك يا ها يا ها، مشينا معاك ها ودار شي ها راه غنبقى انا غادي ها، فهمتي كيفاش ولا لا؟ هذا هو ولا المهم من واحد الناحيه حتى واحد ماشي عمرو، هذه هي النقطه اللي بغيت ندوي فيها، حتى واحد ماشي عمرو على شي حاجه، حتى شي واحد ماشي يقول لها شنو يدير ولا شنو ما يديرش، قسما بالله ويوم الجمعه هذاك الشيء كيبقى حريه شخصيه ديالو هو، داك الشيء اللي كيبغي هو يديرو كنخليوه يديرو، غنشوفوا شنو نوصل لكم. والاتي اللي جاي في الطريق راه غادي تشوفوه الاخوان. مسألة كيقولوا لي بزاف الناس مروان واش خوك غادي يطلق ولا ما غاديش يطلق، والله ما عندي فكره، داك الشيء كيبقى بينو وبين الاستاذ فيصل وما بين الاطراف اللي معنيين بالامر. انا الاخ ديالو في هذه المساله هذه ما بعيد كل البعد، ما غنسيني على طلاق، ما غنسيني على زواج، ما يعني ما كنحب يعني، هذا هو الدراري. ونزار راكم كتعرفوا هو عطينا واحد الوجاب انني انا هو، شوفوا اقسم بالله اليوم الجمعه كنحلف لكم بالله كنشوفوا تبارك الله البارح والبارح بالي الدري مسكين مش كيمشي كيدوش، شوف كيمشي كيدوش كيصلي
هذه حاجه زوينه عجبتني في نزار يعني ديال بصح كيمشي كيتوضا كيصلي وداك الشيء. واليوم انا ناوي نلوح لكم واحد الفيديو وغيفسر لكم فيه كل شيء على قناه اليوتيوب ديالو هو. انا بوستيت فيديو البارح عندي في لاشين ديالي, ولكن الفيديو اللي غيتلاح اليوم ديال نزار في القناه ديال نزار. وغادي انا بالرجوله حنا راه مريحين مع الكونسول, وهذا الشيء كامل اللي قال لكم راه فريمون كاين وما نقدر نضيف عليه والو. خرجيني بصح راهم عزازين الله يحفظك ليا خد الجاي الام. هذا هو الدري القدس اللي كنقول لكم عليه, هو السلا الاخوان كنتلاقاو معاه باش نمشيو للسلا وداك الشيء. كاينين الرجال بحال عبدو بحال قنصول بحال نعمان وفوالا, هذا هو القنصول دابا 3 ايام وانا معاه. والفيديو اللي غيلوح نزار اليوم في لاشين ديالو راه ما شايفو حتى شي واحد, انا باقي ما شايفوش من قنصول حيت كتصور هو وياه في لافواتيغ ديال قنصول. وانا ما يعني ما عارف شنو مصور شنو غيحط شنو, ولكن راه اللي الكل الدري هو كيمونطي فيه. سول القنصول واش قرا في صلاح الدين الايوبي بيوسف غير مساله الزواج ولا الطلاق ولا هادي. حنا راه ما مدخلينش في هاد الدراري في هاد اللعيبه هادي باش نكونوا على بال. هذاك الشيء كيبقى حياته الشخصيه خويا. والله انت خويا اللي كتفهمني, كتفهم التعامل مع الناس بجميع شخصياتهم. لمي اختي واهلا لمي, مرحبا بك وتحياتي ليك وراك عزيزه وغاليه. سول القنصول شنو المدن اللي كيعجبوه في المغرب الرجوله. الله يحفظك ليا اختي سلمى وانت كذلك. ومثال مروان واش نزار غادي يطلق ملكه؟ والله ما نكذب عليكم على هذا السؤال هذا اللي جاي في الطريق غتشوفوه ان شاء الله. وانا راه ما نقدرش نقول شي حاجه بحال ما خويا انا بيل غير ماشي كزعبي كنت واقف عليا كاع ماشي على بعضياتهم. إذا كانت تأدي ولا غير أدي الله يبعدهم ما بعد تسمع الأمر. اللهم آمين. هذا هو الشيء اللي كاين. شوف حنا كنتمناو ليه غير الخير أي حاجة غير. شوف برافو القنصل هذاك الشيء اللي كاين أختي سلمى برافو. هذا هو كلام المعقول داك الشيء اللي كاين. يعني إذا كان فيها خير الله يلاقيهم في الخير, إذا ما كانش فيها خير الله يبعدها عليه. بصح هذا هو كيف قال خويا القنصل. علاش قلت لكم الدريج بارك الله ربع ما نقدر نزيد والو. مروان خاصكم تصالحوهم دابا تنكراو في كامبي الاسطوره. والله اخوتي ما كايناش مسرحيه ولا شي حاجه قسما بالله. راه مالك راه غتسولوا على مروان راه كاعي عليا كتصحابه ما عرفت شنو هو داك الشيء. ولكن انا ما عرفهم انا راه ما مقسم مع حتى شي واحد باش نفهم بنادم. انا ما عنديش اعداء لا مالكه لا القايده غيتشا لا حتى شي واحد فهمتيني ولا لا. يعني بنادم ما يدخلش معنا فهمتيني في واحد الحوايج. واحلى القنصل كنشوف سالي شي عندنا ضروري اخويا عبدو بغينا ندويو معاك بغينا نقولوا لك شي لعيبه فهمتي بيناتنا وباش ما كان ديك الساعه راه غنتحركوا. الله يحفظكم ليا تحياتي الدراري ديال السله والدراري ديال الرباط شي راه ماشي بالرجوله. تحياتي الرجال اللي كيطلعوا للجبال اللي كيضربوا في النيفال. ربي يخليك لينا ويطول في عمرك. الله يحفظك ليا اختي العزيزه والله ينصر خويا القنصل. هذه مراتي بزاف هذا راه زينب هذه المدام اللي بغات تزوج بيا. المدام ديالك واش نزار خرج من السجن واخويا خويا نزار شي 3 ايام دابا نزار واقف على الالعاب السحريه دابا فات هذيك اللعيبه ديال شامبيونز. غايلوح لكم واحد الفيديو اليوم في القناه ديالو قنصل بيت الناس على حسابي. اسمع اخويا اسمع اش قال لك. الله يسهل عليك اخي عبد الله فريمون ديال بصح وقفتي معنا واحد الشهر كنا ما كنلقاوش باش نجيو لا انا لا نبيل فهمتي افهمني. كيعيط لينا كيقول لنا واش هاد السيمانه كاينه الزياره كنقولوا لي اه وكيقول لنا غاتمشي واش انا عارف بلا ما نساش فهمني راه لا اله الا الله كيجيو بعد السؤال لا اله الا الله. اقسم بالله شي تكلف مسكين بالطريق وبداك الشيء اللي غندخلوا النزار الداخل ايش شنو داير في هذاك الفيديو ياك ولا لا. وفيديو اليوم ما غيتلاح وغادي بالتفاصيل كامله بالتفاصيل كامله من الاول للاخر. وهذا الشيء ماشي انا اللي كنحكيه بيان سور. انا درت فيديو عندي في لاشين وي هذاك ابا كندوك على نزار حيت هو المعني بالامر.